سيد الشهور رمضان. رمضان شهر الخير ليس كمثله شهر، وفيه تنزل القرآن. شهر الصيام وفيه غزوة بدر الكبرى، فكان النصر والفرقان. من صامه أو قامه متعبدا لله دافعه هو الإيمان. حاز الأجور عظيمة من ربه، وذنوبه يمضي بها الغفران. وبشهرنا العشر الأخيرة فضلت، والقدر عظم أجرها الرحمن. من ألف شهر فضلت وتعاظمت فيها الأجور، وربك المنان. وبفتح مكة فيه كانت رفعة للدين، حين تحطمت أوثان. حطين معركة به أحداثها، رفع الأذان وذلت الصلبان. يا رب فاجعلنا جميعا في الأولى، فازوا وضمتهم لديك جنان. وأعد علينا دائما شهر الندى، ويعود أعواما لنا رمضان.